السلام عليكم أعزائي طلاب الصف الأول المتوسط، نلتقي اليوم بإذن الله تعالى مع شرح وحل كتاب المهارات الرقمية، واليوم مع الدرس الثاني نظام التشغيل. تعالوا نقوم بحل التدريبات حلا كاملا. تدريب واحد: أملأ الفراغات بالكلمة أو العبارة المناسبة. ولدينا هنا النافذة الرئيسية على الحاسب المثبتة على جميع البرامج وغالبا. هنا لدينا هذه هي النافذة الرئيسية التي في الأعلى، هذه هي النافذة الرئيسية. هنا من هذه النافذة تعرض هذه النافذة التطبيقات. هذه التطبيقات هي التطبيقات المثبتة على قائمة البدء أو الستارت. كذلك هذه النافذة الرئيسية تعرض جميع البرامج. أيضا هذه النافذة تعرض المجلدات الأكثر استخداما المثبتة على الحاسب الآلي، وهذه المجلدات يعرض أيضا المجلات التي تستخدمها غالبا كاستخدام يومي. تدريب 2: حاول إنشاء المجلدات التالية في الحاسب الخاص بي أو الخاص بك وفق المخطط الظاهر أمامك. لدينا هنا مخطط ظاهر، سنقوم بإنشاء مجلد يحمل اسم اسمي، وهذا المجلد به 3 مجلدات: تمارين واختبارات وبرامج. والتمارين تنقسم إلى تمارين عملية وتمارين نظرية. تعالوا معا نقوم بإنشاء هذه المجلدات. نقوم بفتح ماي كمبيوتر، نقوم مثلا بفتح الدي، وأقوم بإنشاء مجلد جديد. أضغط هنا نيو، وأقوم بإنشاء فولدر أو مجلد جديد هكذا. وسنقوم بتسمية هذا المجلد كما قلنا اسمي. سنقوم بتسمية هذا المجلد باللغة العربية، وأكتب عليه اسمي. اسمك أنت الشخصي، أنا اسمي مثلا ولنفترض أحمد. ثم نقوم بفتح هذا المجلد، ونقوم بإنشاء داخله 3 مجلدات، كل واحد له اسم مختلف. سنقوم بإنشاء مجلد تمارين واختبارات وبرامج. تعالوا نقوم معا بإنشاء هذه المجلدات. أولا نضغط نيو أو جديد، وعلى فولدر أو مجلد، ونقوم بتسمية هذا المجلد تمارين هكذا. ثم نقوم بإنشاء مجلد آخر أيضا، كليك يمين، ثم أضغط على نيو أو جديد إذا كان النسخة لدي باللغة العربية، وأضغط على فولدر أو مجلد هكذا، وأقوم بتسميته الاسم الثاني لدينا وهو اختبارات، وأقوم بتسميته اختبارات. اختبارات هكذا، وأضغط انتر بعد إنشاء. ثم لدينا الملف أو المجلد الأخير الذي سوف نقوم بإنشائه وهو برامج. هكذا أنشأنا 3 مجلدات المطلوبة. من هذه 3 مجلدات ينبثق في كل مجلد مجلدين آخرين أو ملفين آخرين. في مجلد التمارين نريد عمل مجلدين: تمارين عملية وتمارين نظرية. تعالوا معا نفتح مجلد التمارين، نضغط عليه 2 كليك شمال، ثم نقوم بإنشاء مجلد، نضغط نيو أو جديد وفولدر، وهذه كما قلنا تمارين عملية وتمارين نظرية. تمارين عملية هذا هو المجلد الأول، ونقوم بإنشاء مجلد آخر ونسميه تمارين نظرية. هكذا أنشأنا المجلدين داخل مجلد التمارين. نعود إلى المجلد الرئيسي، ثم ندخل بعد ذلك على مجلد اختبارات، ونقوم بإنشاء، نفتح مجلد اختبارات، نقوم بإنشاء مجلد اختبارات عملية واختبارات نظرية. أولا اختبارات عملية، ثم نضغط انتر هكذا،
ونقوم بعد ذلك بإنشاء المجلد الثاني، وسنقوم بتسميته كما هو مطلوب، اختبارات نظرية، هكذا، ثم نضغط انتر بعد كتابة الاسم. بعد ذلك نعود إلى مجلد برامج ونقوم بفتحه، وهو يريد منا داخل برامج أن نقوم بإنشاء مجلدين، وورد وإكسل، مجلد وورد ومجلد إكسل. نقوم بالضغط على نيو، وإذا كان يريد المستند نفسه فيمكن أن نقوم بإنشاء مستند. إذا كان يريد إنشاء مجلد فنقوم بإنشاء مجلد. نقوم بإنشاء مجلد ونسميه وورد، ونقوم بإنشاء مجلد آخر ونقوم بتسميته إكسل، ونضغط إنتر. ثم يمكن أن أفتح هذه المجلدات وأقوم بداخلها بإنشاء ملفات مستندات. هذا ملف الوورد، إذن أقوم بإنشاء ملف وورد وأقوم بتسميته، أو أقوم على أدخل ملف الإكسل، مجلد الإكسل، وأقوم بالضغط كليك يمين ثم أنشئ ملف إكسل. أهو ملف باوربوينت إكسل، أهو مايكروسوفت إكسل، وأقوم أيضا بتسميته. هكذا نكون قد قمنا بشرح هذا التدريب شرحا وافيا. نقوم بعد ذلك أجب عن الأسئلة التالية: ما نوع الملفات التي يمكن تخزينها في مجلد تمارين؟ اشرح إجابتك. يمكن في مجلد تمارين تخزين جميع أنواع الملفات النصية والمستندات النصية، مثل ملفات أو مستندات مايكروسوفت وورد، ملفات الوورد نقوم بالكتابة داخلها، أو ملفات إكسل، أو ملفات بصيغة البي دي إف، وهي الأكثر استخداما في الاختبارات والتمارين. هذه الملفات الثلاثة، المايكروسوفت وورد والملفات الإكسل وملفات البي دي إف، هي الأكثر استخداما في العملية التعليمية. السؤال الثاني: ما نوع الملفات التي يمكن تخزينها في مجلد برامج؟ في مجلد برامج يمكن أن أخزن مجموعة من البرامج التي سوف أحتاجها في دراستي أو في عملي، وهذه البرامج أهمها برنامج مايكروسوفت أوفيس. وهذا البرنامج، برنامج مايكروسوفت أوفيس، يشتمل على مجموعة كبيرة من البرامج الفرعية التي نحتاجها في العملية التعليمية، مثل برنامج مايكروسوفت وورد وبرنامج الكتابة ومايكروسوفت إكسل أو إكسل، وهو عبارة عن جداول، تصميم الجداول، وبرنامج مايكروسوفت باور بوينت، وهو عرض، برنامج عرض الشرائح. كذلك يمكن تخزين برنامج البي دي اف، وهو من البرامج المهمة لفتح الكتب الإلكترونية الدراسية أو لفتح الملفات التي بصيغة بي دي اف. كذلك يمكن تخزين برامج أخرى لتصفح الإنترنت، مثل برامج جوجل كروم أو برامج فايرفوكس. هناك برامج كثيرة يمكن أن أستخدمها في، أو يمكن تخزينها في مجلد البرامج. ثلاثة: هل يمكن رؤية محتوى المستند في مجلد اختبارات دون فتحه؟ نعم، يمكن ذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية: أضغط على أيقونة المستكشف، مستكشف الملفات، فايل إكسبلورر، ثم على المستندات، دوكومنتس. سيظهر مجلد المستندات، أضغط عليه، أفتح علامة التبويب عرض فيو، وأضغط على الملف الذي ترغب برؤية محتواه في لوحة المعاينة البريفيو بان. سنقوم بتطبيق ذلك الآن لكي تصل المعلومة بطريقة صحيحة لأعزائي الطلبة والطالبات. أولا سنقوم بالذهاب إلى فايل إكسبلورر، أقوم بفتح هذا هو أقوم بعد ذلك بفتح دوكومنتس، أضغط عليها، ثم بعد ذلك كما يقول أقوم بالضغط من شريط الأدوات الأعلى على قائمة فيو، أقوم بالتصغير لكي يظهر ذلك جليا. نقوم بالضغط على فيو ثم أضغط على بريفيو بان،
هكذا، ثم سيقول لي اختار الملف، سأضغط على هذا الملف، ستظهر لي المعاينة عن طريق اليمين إذا كان لغة الجهاز الإنجليزية، وإذا كانت لغة الجهاز العربية ستظهر المعاينة على جهة الشمال أو الشمال أو اليسار. ظهرت هكذا المعاينة هذا الملف، قمت بمعاينة هذا الملف بدون أن أقوم بفتحه. بعد ذلك تدريب 3، يوفر نظام التشغيل بيئة اتصال بين الحاسب والمستخدم من خلال واجهتين، واجهة المستخدم الرسومية GUI وواجهة سطر الأوامر CLI. يظهر برنامج موجه الأوامر في مايكروسوفت ويندوز كبيئة واجهة سطر الأوامر. سنقوم بعمل ذلك الآن عمليا. أبحث عن هذا البرنامج باستخدام مربع البحث، ثم أفتحه وأكتب الأمر date اللي هو التاريخ، وأضغط على Enter، ثم أكتب الرسالة الظاهرة على الشاشة. تعالوا معا نقوم بعمل ذلك. سوف نقوم بالضغط على علامة الشباك أو علامة ويندوز في لوحة المفاتيح مع حرف الـ R. ستظهر لي سطر هذا البرنامج. أقوم بكتابة داخله هذه الحروف CMD هذا الأمر، ثم أضغط OK. سيفتح لي هذا سطر الأوامر الذي نريد أن نكتب فيه الأمر، ونقوم بكتابة الأمر ديت دي كابتل. نقوم الأول بتحويل إلى اللغة الإنجليزية إذا كانت اللغة عربية، ونكتب ديت هكذا دي اي تي اي، ثم أضغط بعد ذلك على إنتر. ستظهر لي هذه الرسالة وهي تقول أن the current date is، التاريخ الحالي هو Friday، اختصار كلمة Friday الجمعة 9/2/2022. نقوم بعد ذلك بالرجوع هنا. إذا ستظهر في الرسالة التي سوف تظهر هي تاريخ اليوم the current date is، هذه الرسالة التي ظهرت لدي وهي بتاريخ اليوم الجمعة 9/2/2022، يعني اليوم 2 من شهر سبتمبر عام 2022، بدأ بالشهر ثم باليوم ثم بالسنة. أدخل بعد ذلك الأمر today وأضغط على Enter. تعالوا نرى معا عند الضغط على الأمر today أو كتابة الأمر today ماذا سيحدث. عند كتابة الأمر هنا سوف نقوم بكتابة الأمر today، أضغط هنا today، أكتب today today هكذا، ثم أضغط Enter. ستظهر لي هذه الرسالة the system cannot accept the date enter، يعني هناك مشكلة، هذا الأمر السيستم لا يستطيع أن يقبله أو لا يمكن أن يقبله السيستم على جهاز الحاسب الآلي. معنى ذلك أن هذه الرسالة التي ظهرت this today is not recognized as an internal، هذه الرسالة تظهر عند كتابة الأمر today. لماذا ظهرت هذه الرسالة؟ تعالوا نتعرف على ذلك. اختر الإجابة الصحيحة. من وجهة نظرك لماذا لا يظهر التاريخ على الشاشة؟ هل لأن الأمر today لا يبدأ بحرف كبير؟ كلا، قد كنت إذا جربت كتابته بحرف كبير كابتل، إذا كتبت تي كابتل سيظل نفس الأمر لا يظهر التاريخ على الشاشة. هل لأنه يمكن إعطاء أمر واحد فقط في كل مرة في واجهة موجه الأوامر؟ خطأ، يمكن إعطاء أكثر من أمر تباعاً، لأن الحاسب لا يقبل في واجهة موجه الأوامر إلا أوامر معينة. هذه هي الإجابة الصحيحة، هناك أوامر معينة يقوم الحاسب الآلي أو نظام التشغيل بقبولها، وهناك أوامر لا يقوم بقبولها نظام التشغيل الموجود على الحاسب الآلي. هذا الكمبيوتر الشخصي هو المكان الذي من خلاله يمكن العثور على جميع أجهزة التخزين وأماكن الشبكة المتصلة به. أستخدمه لإكمال الجدول أدنى. إجمالي سعة القرص الصلب C. سوف تقوم بالدخول على هذا الكمبيوتر الشخصي أو ذيس بي سي، تعالوا نجرب ذلك معا، على الحاسب الشخصي الخاص بي. سأقوم بالدخول على ذيس بي سي، هنا لدي تحت موجود في شريط الأدوات،
this PC أو هذا الكمبيوتر، أقوم بالضغط عليه هكذا، سيظهر أمامي هكذا سعة الـ C وسعة الـ D، هذا القرص الصلب C والقرص الصلب الـ D. بعد أن ظهر أمامي الـ C وكما يتضح أمامي، يقول لي أن هذا القرص يحتوي على 48 جيجا بايت و2 من عشرة، والفري أو الفارغ منه هو 3 جيجا و55 من 100. إذن هنا أقوم أكتب إجمالي سعة القرص الصلب لدي على جهازي. إذا كانت السعة أكبر من هذه أقوم بكتابتها، ولكن هذا قرص السي كما ترون سعته هنا 48 و 8 جيجا بايت، والفارغ منه الجزء الفارغ منه 3 جيجا و 55 من 100. إذن أكتب السعة سعة القرص الصلب، وأكتب المساحة الحرة داخل القرص الصلب أو المساحة غير المستخدمة أو الفارغة في هذا القرص. بعد ذلك تمكنك بيئة الواجهة الرسومية من وضع الأيقونات والبرامج على شريط المهام والنافذة الرئيسية قائمة البدء. لإكمال هذا النشاط سيقسم الطلبة إلى مجموعات صغيرة، ويجب على كل مجموعة تثبيت ما يلي في شريط المهام وهو الشريط السفلي. نريد تثبيت برنامج الرسام ومايكروسوفت إيدج ومايكروسوفت باور بوينت. تعالوا نقوم بذلك معا. هنا أنا قمت مسبقا بتثبيت برنامج الرسام، ولكن لتثبيت أي برنامج على شريط المهام أقوم بفتح الويندوز هكذا وأبحث عن البرنامج الذي أريد أن أثبته من هنا، أبحث عن البرنامج، إذا لم أجده هنا أقوم بكتابة اسم البرنامج في مربع البحث هكذا. أريد مثلا أن أبحث عن برنامج البنت أو الرسام، أكتب باللغة العربية إذا كانت نسختي باللغة العربية، وأكتب باللغة الإنجليزية إذا كانت نسختي اللغة الإنجليزية. أكتب بنت هكذا وهو برنامج الرسام، سيظهر أمامي هذا التطبيق البرنامج، أضغط عليه كليك يمين، ولدينا هنا أمبين فروم تاسك بار، ظهرت لي هذه الرسالة لأنه موجود لدي على شريط المهام، ولكن إذا لم يكن موجود ستكون الكلمة مكتوبة بالطريقة دي بين تو تاسك بار، أقوم بالضغط عليها، بعد الضغط عليها سيظهر عندي في شريط المهام. إذا أردت أن أضيفه إلى قائمة ستارت أضغط على بين تو ستارت هكذا، فستتم إضافته إلى قائمة ستارت مباشرة. تعالوا معا نفتح قائمة ستارت أو قائمة البدء، وأجد أنه ظهر أمامي هنا هذا الملف البنت أو برنامج البنت. البرنامج الثاني وهو مايكروسوفت إيدج، نقوم بالبحث عن هذا البرنامج مايكروسوفت إيدج، سيظهر أمامي بعد أن كتبت جزء من اسمه مايكروسوفت إيدج، أضغط عليه كليك يمين، ثم أريد أن أعمل أريد أن أثبته في شريط المهام، فأضغط على بين تو تاسك بار هكذا، سيظهر عندي تحت في شريط المهام. إذا أردت تثبيته في قائمة ستارت، هو مثبت أساسا هنا في قائمة ستارت، أضغط على أمبين كده هكذا، ثم أضغط كليك يمين مرة أخرى وبين تو ستارت، يعني اجعله في قائمة البدء، أضغط عليها كليك شمال هكذا، فقد تم تثبيته. إذا فتحت قائمة ستارت هكذا سأجد فيها مايكروسوفت إيدج وبينت. لدينا البرنامج الثالث ونريد إضافته لقائمة أو لشريط المهام، وهو برنامج الباوربوينت. أقوم بالبحث عنه هنا في مربع البحث تحت وأكتب باوربوينت، فيظهر لي هذا البرنامج هنا، أضغط عليه كليك يمين هكذا وأضغط عليه بين تو تاسك بار هكذا، فسيظهر عندي في التاسك بار أو شريط المهام. أريد أن أقوم بجعله في قائمة البدء، أضغط كليك يمين عليه ثم بين تو ستارت، أي اجعله أو ثبته في قائمة
البدء أو قائمة ستارت، نخرج نهائيا ثم نضغط على قائمة ستارت، أجد أنه مايكروسوفت ظهر عندي هنا، مايكروسوفت باوربوينت قد ظهر أمامي في قائمة البدء. في النافذة الرئيسية، وهي كما جربنا النافذة الرئيسية الحاسبة والمايكروسوفت وورد والمايكروسوفت اكسل، نريد هذه البرامج أن نضعها، نثبت هذه البرامج في النافذة الرئيسية، والنافذة الرئيسية هي قائمة أو نافذة البيد، هذه هي النافذة الرئيسية، هذه نريد تثبيت برنامج فيها، برنامج المايكروسوفت، فأكتب مايكروسوفت وورد، هذا هو، وأقوم بتثبيته في هذه القائمة، في قائمة البيد أو القائمة الرئيسية، ثم البرنامج الآخر وهو برنامج الحاسبة، أقوم بالبحث هنا عن الحاسبة، أكتب الحاسبة، كما تلاحظون لا يظهر أي نتيجة، لأن لغة البرنامج، لغة برنامج التشغيل لغة إنجليزية، فنكتب كالكوليتر، تظهر أمامي الكالكوليتر هذه، وأضغط هنا لأضعها في القائمة الرئيسية أو النافذة الرئيسية، بين تو ستارت هكذا، تعالوا نفتح، نقوم بفتح ستارت لنجد الكالكوليتر أو الآلة الحاسبة موجودة، وكذلك البرنامج مايكروسوفت وورد. تعلمت في هذا الدرس أنه يمكن معاينة التدريب الرابع، تعلمت في هذا الدرس أنه يمكن معاينة جزء من محتوى الملف قبل فتحه، طبق هذه المهارة من أجل معاينة محتوى صورة دون فتحها، أفتح برنامج الرسام وأصمم شكلا معينا وأحفظ هذا الشكل باسم من اختيارك وبنوع جي بي اي جي في مجلد الصور، تعالوا نقوم بتطبيق ذلك، هذا هو الرسام، أو نقوم بغلق هذا ونفتحه من جديد، نقوم بفتح برنامج الرسام وهو لدينا في شريط المهام، ثم أقوم برسم أي شكل في هذا أفترض أنني قمت بهذا الرسم، هذا التصميم، ممكن أن أختار للألوان، هذه مثلا شجرة، هكذا أي رسم ممكن أقوم برسمه في هذه الشجرة، ثم أقوم بعد ذلك بالخطوة الثانية، أحفظ التصميم باسم من اختياري، أقوم بحفظ، أضغط على أصغر كي يظهر أمامكم، أضغط على قائمة فايل هنا، وأضغط على قائمة سيف آز حفظ بي، وأختار هذا الامتداد جي بي اي جي بيكتشر هكذا، وأضغط عليه ويقول لي سمي هذا الملف، ولنفترض سميه أحمد، وأقوم بحفظه أين؟ في الصور كما طلب مني في التدريب، أقوم بحفظه في الصور بيكتشر، هذه بيكتشر، أضغط عليها هكذا، ثم أضغط سيف أو حفظ هكذا، تم حفظ الصورة. بعد ذلك أغلق برنامج الرسام، تعالوا نغلق برنامج الرسام، ثم بعد ذلك أفتح مجلد الصور، تعالوا نفتح مجلد الصور، نقوم بقفل هذه المفتوحة كلها، ثم نضغط على الفايل اكسبلور هكذا، سيفتح لي الصور، نبحث عن الصور بيكتشرز هذه، وأضغط عليها 2 كليك شمال، ثم بعد ذلك الخطوة التالية فعل اختيار المعاينة، وابحث عن ملف الصورة التي أنشأتها في مجلد الصور، تعالوا معا نفعل ملف المعاينة هكذا، أقوم بالدخول على View، ثم هو متفاعل أساسا، أدخل على View هكذا، وأقوم بتفعيل
بريفيو بان هكذا، ثم أضغط على الصورة وهي باسم أحمد كما سميناها هكذا. ستظهر أمامي هنا في المعاينة الصورة التي قمت برسمها. هكذا قمت بتطبيق هذا المعاينة. أبحث عن ملف الصورة التي أنشأتها في مجلد الصور. بحثنا، نحدد هذا الملف ولكن لا أفتحه، ثم راقب الجانب الأيسر. طبعا سيظهر عندك في الجانب الأيسر على حاسوبك إذا كان باللغة العربية، أما إذا كان باللغة الإنجليزية سيظهر أمامك على الجانب الأيمن هكذا. التدريب الخامس سنقوم بحله، لأن هذا التدريب طال، عفوا هذا الفيديو قد طال أكثر من اللازم، ولكن سأقوم بحل هذا التدريب إن شاء الله في الفيديو القادم. فتابعوني ليصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.